بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم يا شباب وطابت أوقاتكم ولياليكم، وتبواتم إن شاء الله من الجنة منزلا. يتجدد لقاءنا يا أبطال اليوم، ويسعدني أن أقدم لكم مراجعة المفاهيم النظرية الخاصة باختبار منتصف الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024. وننتقل يا أبطال سريعا ومباشرة إلى الأسئلة. دائما يا شباب السؤال الأول يأتيك، اختر الإجابة الصحيحة. فالسؤال يا شباب يقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. برنامج نوقت يستخدم أوراق العمل كطريقة لجمع وتنظيم وتمثيل البيانات ومعالجتها بسرعة ودقة والحصول على المعلومات مفيدة. ما هذه البرنامج يا شباب الذي ندرسه هذا المنتصف؟ أحسنتم يا أبطال، هو برنامج معالج البيانات. هذا هو البرنامج الذي نستخدمه. ننتقل يا شباب إلى السؤال الثاني. يمكننا إدخال بيانات في جدول البيانات. ما هي أنواع البيانات التي نستطيع أن ندخلها يا شباب في برنامج الإكسل؟ هل هي أرقام أم أرقام ونصوص أم حروف إنجليزية أم حروف مصرية فقط؟ نعم، أحسنتم أسمعكم يا شباب، هي أرقام ونصوص. نستطيع أن ندخل أرقاما ونصوصا وكذلك رموز في برنامج الإكسل. السؤال الثالث يا أبطال: أسهل طريقة لتغيير عرض الأعمدة هي؟ نعم، أحسنتم يا شباب أسمعكم، هي سحب الجانب الأيسر من طرف العمود. بارك الله فيكم، أحسنتم يا شباب. السؤال الرابع: المخطط الذي يعمل على إظهار التغييرات في البيانات على مدى فترة زمنية، ما هو ذلك المخطط يا شباب؟ نعم، أحسنتم، هو المخطط الخطي. السؤال الخامس يا أبطال: تطبيق الجوجل مابس يعتمد على تكنولوجيا نقط للوصول للأماكن المرجوة ومعرفة الاتجاهات. هذا التطبيق يا شباب على ماذا يعتمد؟ على أي تكنولوجيا يعتمد؟ هيا أبطال، أحسنتم، يعتمد على تكنولوجيا تحديد المواقع. السؤال السادس: يستخدم برنامج نقط لمشاهدة مقاطع الفيديو الترفيهية والتعليمية والإخبارية. في أي برنامج يا شباب نستخدمه لمتابعة الفيديوهات؟ نعم، أحسنتم يا شباب أسمعكم، هو اليوتيوب. ما اسم الدالة التي تعطي أصغر قيمة؟ انتبه يا بطل، أصغر قيمة، احنا عندنا أصغر قيمة، أكبر قيمة، القيمة المتوسطة، فانتبه لهذه الجمل جيدا. أصغر قيمة هي أبطال، أحسنتم، اللي هي من رقم سي. ننتقل يا شباب للسؤال الثامن: ما اسم الدالة التي تعطي مجموع أرقام الخلايا المحددة؟ تعطي جمع وتجمع الأرقام الموجودة في الخلايا التي حددتها. ما اسم تلك الدالة يا بطل؟ نعم، أحسنت، سم أسمعك، بارك الله فيك. السؤال التاسع يا أبطال: لنسخ المعادلة من خلايا أخرى نستخدم، إذا موجود نسق معين أو خلية معينة أو معادلة معينة في خلية وأحتاج أن أطبقها على الخلية الأخرى، ماذا أستخدم يا شباب؟ أحسنتم، هي أوتوفيل أو أداة التعبئة التلقائية. بارك الله فيكم. ننتقل يا شباب إلى السؤال الثاني، وسوف يأتي لك مجموعة من الخيارات تضعها في هذه الجمل بكل كلمة الخاصة بالجملة الخاصة بها، وننتقل مباشرة إلى القراءة. هو برنامج يستخدم أوراق العمل كطريقة لجمع وتنظيم وتمثيل البيانات ومعالجتها بسرعة ودقة والحصول على معلومات مفيدة. ما هذا البرنامج يا شباب؟ أي برنامج نستخدمه؟ نعم، أحسنتم، هو برنامج الإكسل أو برنامج معالج البيانات. بارك الله فيكم يا شباب، أحسنتم. السؤال التالي يا شباب: من فوائد نقط تتبع أنشطتك ومهامك خلال الأسبوع وتنظيمها؟ تستطيع أن ترتب فيها أمورك، أنا عندي موعد طبيب، أريد أن أزور أهلي، كذا، فهذه كلها تستطيع أن تنفذها عن طريق، نعم أحسنت، عن طريق الجدول الزمني الأسبوعي التي تفعله ببرنامج الإكسل. طيب يا شباب، الخطوة الأولى من خطوات إنشاء البرنامج هي؟ ما هي الخطوة الأولى يا شباب لإنشاء أي برنامج؟ نعم، أحسنتم، هي فهم وتحليل هذه المشكلة. يفيدك ويسهل لك
ويسهل لك إنشاء برنامج جيد وناجح. بعد ذلك يا شباب جوجل مابس يستخدم ماذا يستخدم جوجل مابس يا شباب؟ يعتمد على أي تكنولوجيا كما أوضحنا من قبل؟ أحسنتم، يعتمد على تحديد المواقع أو تكنولوجيا تحديد المواقع الخاصة بذلك البرنامج. ننتقل يا شباب إلى السؤال الثالث، هو سؤال مقالي يحتاج منك بعض الكتابة، فأنا اخترت لك ولخصت لك الإجابات ونقرأ مباشرة. عرف البرنامج، ما هو البرنامج يا شباب؟ عرف البرنامج، قلنا البرنامج هو مجموعة من التعليمات مكتوبة بإحدى لغات البرمجة لتحقيق هدف. يبقى يا شباب تلخيص البرنامج هو مجموعة تعليمات مكتوبة بإحدى لغات البرمجة لتحقيق هدف، هذا تعريف البرنامج. أما تعريف جدول البيانات يا شباب تستطيع أن تختار أو تقول فيه جدول البيانات يستخدم أوراق العمل كطريقة لجمع وتنظيم وتمثيل البيانات للحصول على معلومات مفيدة. يبقى هو برنامج جدول البيانات ما هو يا شباب؟ هو يستخدم أوراق العمل بطريقة يمكن معالجة البيانات بسرعة ودقة للحصول على معلومات مفيدة. السؤال الثالث، ما المقصود بورقة العمل؟ ماذا تعني ورقة العمل يا شباب؟ الورك شيت الخاصة بالبرنامج اللي هي أصلا لبنة إنشاء هذا البرنامج. قلنا يا شباب هي ورقة العمل هي عبارة عن مجموعة من الخلايا المنظمة على شكل صفوف وأعمدة، وهي المساحة المخصصة لإدخال البيانات ومعالجتها. هذه البيانات قد تكون بيانات رقمية أو تكون بيانات نصية أو حتى رموز. السؤال الثالث يا شباب، ما اسم الدالة التي تقوم بجمع أو حساب مجموعة من الخلايا المحددة من قبل؟ قلنا دائما هي سم. ننتقل يا شباب وإياكم إلى السؤال الرابع والأخير في جلستنا اليوم، وهو أعثر على الخطأ في الجمل التالية. هذه الجمل يا شباب فيها كلمة خاطئة، نريد أن نصحح الخطأ فيها. يمكنك إدخال بيانات رقمية فقط في جدول البيانات، طبعا معروف الخطأ فقط، لا يمكننا إدخال رقمية ونصية. أحسنتم يا شباب بارك الله فيكم. هنا السؤال الثاني، لا يمكنك إضافة رسومات، لا يمكننا إضافة رسومات في برنامج معالجة البيانات يا شباب؟ لا طبعا، بالتأكيد يمكننا إضافة رسومات، وفي منها أنواع كثيرة من أنواع الرسومات التي ذكرناها آنفا. السؤال الثالث يا شباب والأخير، تستخدم جداول البيانات في تنظيم ومعالجة النصوص فقط، هل هذه عبارة صحيحة يا شباب؟ بالتأكيد خطأ، والصح منها هي معالجة النصوص والأرقام بسرعة ودقة. إلى هنا يا شباب ينتهي عرضنا اليوم، وأتمنى من الله لكم السداد والتوفيق، ونحن في أسرة الحوسبة ننتظر منكم أي تساؤلات أو أي استفسارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.